ستمضي الأيام ويحين موعد الرحيل وترك هذه القرية بكل تفاصيلها، ولن يبقى سوى ذكرياتنا تصدح صداها في جميع أرجائها. ولأننا اعتدنا سبق الأحداث، نترككم مع بروفة يوم التسعين. تعالي وليد، اجلس يا رب، اجلس اجلس. تعالي وليد، تعال تعال ابيك. انا لا اشتحنت، احب اشوفك قريب يا رب. ايام عشناها في ذا القريه، 90 يوم. تعالي ابو سنيد، تعال. 90 يوم في ذا القريه مرت كانها يومين. انا ما كنت اتوقع من يوم دخلنا دخولياتنا بدينا وانسجمنا مع بعض، الأيام تمشي بسرعة. تخيلوا 90 يوم مشت في غمضة عين. 25 أخو، جمعتنا المشاكل، جمعتنا الضحكات والفرح. أي والله. وأنت إيش تجي تأكله؟ وأنا بشتغل قصايدك الحلوة. وأنت وين؟ والله. إن شاء الله إني رفيق لكم. بتروح قطر تخلينا وش من عاد؟ قد طيارتي بكرة رايح لهلي ورايح لبلادي ورايح، ولكن والله إن كبدي موجودة في السعودية وفي الكويت. عشت مع 25 رجال تحملوا مني الكلمة الشينة، تحملوا مني الكلمة الزينة والهدة تحت البث، وإن شاء الله أنكم تسترون على ما وجدتم. ما وجهنا للطيب، تشتاق لنا؟ أنا أشهد أني الكرك لازم ترسله سفري. وأنت يا أبو والح شو تشتاق له؟ أنا أول ما بنشد أهل أسمع الرجال أحمله تطبقونه؟ من عادنا يوم 60. طيب إحنا جاز منه بزيد نبي نتفق، ترانا خلاصنا نشوف مشاريعك يا أبو ناس، وبنروح كلنا للرعي. يا ربي يوفقنا ويوفقنا. والله اللي ما رحب أيوه. أنا والله إني من الأشخاص اللي ما يحبون الفراق، يشكل علي حكم امور الواي. انت تذكر يوم تقول 90 يوم يا فلاح ترى بتمر؟ اي والله والله مرت، لكن بعلمكم انا، اذكروا لكم اخون كل منكم في يدي ويروح لمكه، لا تعدوني، لا قبضتوا على الطائف المفرق قري ومغر 90 كيلو. والله اللي مرحبا ترحب المطر، ويعذرونا ان جاء مني غلط ولا 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 زعل مني احد ولا اخطيت من غير قصد، واللي زعلان مني يبشر باللي يرضيه الحين. طيب احنا بنظهر مع الباب ذا ولا الباب ذا؟ الا بنظهر قدام. لا ظهرنا مع الباب ذا ما لها لحبة خشم. ما حصل الله خير. والله يوفقنا وياكم ان شاء الله. اللهم امين. مشان يا الربع الشبح اكيد انت بتختفي وبتجي بنقابلك دايم. انا بشتاق لكل شيء الا تصوير محمد عيسى. يا الربع اللي واجهته كم اخفى امان ترى. والله اللي كفو. والله اللي كفو يا الربع. توكلنا على الله، ودعناكم الله يا الربع. مشينا يا الربع مشينا. مشينا يا الربع مشينا.
الربع ويا ونعيد. تذكرون اول ما جلسنا مع بعض اخر ليله في اخر بث من اول يوم في البزنس غنيناها وبنغنيها هذا الحين ونقول كنا نغنيها في كل برايم ونقول لا توادعني وانا ماني بطيب خليني لنا تعافى وانت وادع لا توادعني وانا ماني بطيب خليني لنا تعافى وانت وادع. ودعناكم الله ودعناكم الله توكلنا على الله سمع تعال تعال علمني ودعناكم الله وربي بوجيكم نشوفكم على خير. اسرع اسرع عشان ينتظرنا الباص لا حد. انا يا احمد يلا يا عيال.